السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ونلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال ان شاء الله. بمناسبه عيد الاضحى المبارك جيت نشارك معكم هذا الطاجين ديال اللحم بالبرقوق اللي كيجي بنين بزاف واللي ما كيخطرناش في هذه المناسبه العظيمه والكريمه ان شاء الله. نتمنى لكم عشر مبروكه باش ما تمنيتوا. الا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه ديالي مرحبا بكم في القناه، كنتمنى يعجبكم المحتوى، وإلا عجبكم خليوا لي لايك للفيديو وشاركوه مع اصحابكم باش تعمل فائده وتكبر القناه ان شاء الله. فبالنسبه للطاجين ديالنا اليوم غادي نقدمه بطريقه تقليديه ديال التبصيل الكبير ديال العراسات والمناسبات. ما بغيتش ندير الطاجين واخا هو كيتعتبر طاجين ديال اللحم البرقوق، ولكن غنقدموه في هذا التبصيل هذا الشهير ديال المناسبات. وخلاص بالنسبه للزواق كتقدروا تزوقوه باي حاجه. انا زوقت بشويه ديال المشماج وشويه ديال البرقوق، كحل كيجي بنين بزاف، والزلجلان وشويه ديال اللوز. المهم كتبقى كل وحده والطريقه اللي كتبغي. تقدروا ديروا غير البرقوق ولا غير المشماش، اولا المشماش واللوز، ولا البرقوق واللوز حتى هما كيجيو زوينين بزاف. ودابا ندوزوا للمقادير والطريقه ديال التحضير. فهنا انا استخدمت كيلو ديال اللحم، يقدر يكون بقري اولا غدمي اللي بغيتو، جوج ديال البصلات كبار، شويه ديال سكينجبير والبزار، شويه ديال الخرقوم، وعندنا شويه ديال التحميره والزعفران، يمكن ديروا شعره اولا زعفران عادي، قزبور يابس وشويه ديال الكمون. فهادو هما المكونات الاولين. خلاص الزيت البلديه ضروري، شويه ديال الزيت البلديه اولا تقدروا ديروا زيت المائده. وبالنسبه للقرفه فنقدروا نديروها عويدات اولا نديروها بودر. فكناخذوا بول بحال هكايا كنديروا فيها شويه ديال العطريه كامله، شويه من الحاجه هذيك بزار وسكينجبير، معلقه معلقه، معلقه ديال الخرقوم، وكنزيدوا داك المعلقه ديال التحميره، وكنضيفوا العطريه كامله، الملحه العطريه كلها كنخلطوها مع بعضياتها. كنضيفوا عليهم شويه ديال الماء ونخلطوا كل شيء مزيان. انتم غادي تشوفوا معايا الطريقه اللي هذه طريقه زوينه وناجحه بالنسبه للناس اللي كيبغيو يديروا طاجين يعني بحال هكا كيجي زوين بزاف. فكنديروا المكونات كاملين هنا، قزبور يابس والكمون، كنضيفوا كل شيء. ومن بعد كنديروا كاس ديال الماء، كنضيفوا فيه شويه ديال الزعفران، اما الزعفران شعره واما الزعفران هذا اللي درت انا ديال الضويمه. كناخذوا كاس كنخويوه في المكونات كامله اللي كيكون ديجا فيه الماء والزعفران، كنخلطوه مع العطريه ونخلطوا كلشي مزيان حتى كتولي عندنا واحد لاصوص بحال هكا. هاد لاصوص نخويوها فوق اللحم، يعني غادي نشرملو اللحم مزيان. هاد الطريقه راها كتجي زوينه وكتخلي اللحم يجي بنين ومتبل مزيان مزيان. واخا زعما ديروه في نهارو ماشي مشكل، تقدروا انكم تبيتوه في الثلاجه، كنشرملوه مزيان بحال هكا حتى كيدخل يعني العطريه كتدخل في اللحم. وفي هذه المرحله ما ديروش الزيت كاع، الزيت من الاحسن ما يدخل ما نديروش باش يخلي لنا العطريه تدخل في وسط اللحم مزيان، يعني باش تجي اللحم بنينه. فهذه من الاسرار ديال اننا باش يطلع لينا طاجين زوين وبنين ومشرمل، يعني وتكون البنه يعني داخله في اللحم مزيان. فهنا كنبقاو كندخلوا العطريه في وسط اللحم مزيان حتى كتولي بحال هذا الشكل هذا. كنديروا كل شيء في البول كبيره ولا كنخليهم في نفس البلاصه، المهم هو اننا غادي نخليو هذا اللحم ترتاح، غنخليوها واحد الفتره ديال ما بين نص ساعه، يعني المينيموم نص ساعه. الا بيتوها في الثلاجه راه غادي يكون مزيان، تقدروا تخليوها نهار كامل اولا نص نهار اولا ساعه، المهم انها خصها ترتاح. انا خليتها شي ساعه هكا قبل ما نبدا انني نطيب. تقدروا ديروا الوقت اللي بغيتوا، شحال ما خليتوها شحال ما غادي تجي يجيكم الطاجين بنين بزاف. فهنا من بعد ما داز الوقت اللي خليتها ترتاح فيه، خديت طنجره اللي كتدخل لي غادي نطيب فيها، درت فيها اللحم غير هكاك. حتى في هذه المرحله مازال ما درتش الزيت، يعني غادي نخلي اللحم تشحر بحال هكا في العطريه ديالها. غادي نديروها على عافيه مهيله، ضروري ما تخليوش العافيه تكون مجهده بزاف على اللحم باش ما تحرقش لكم العطريه، يعني العطريه خاصها تبقى باش تجي يعني يجيكم طبق بنين بحال الطبق اللي كيطيبوه الامهات ديالنا واللي كناكلو في الاعراس. فملي كتبدا تشحر لنا اللحم بحال هكا كنضيفو زويته بلديه في هذه المرحله مهمه، وعاد كنضيفوا البصله. فكنضيفوا البصله الكميه اللي غادي نحتاجو، وكنديروا في نفس الوقت هنا ما كاينش مشكل، تقدروا ديروا الماء في البلاصه، تقدروا تخليوها تتشحر شويه البصله وتنزل عاد ديروا الماء. انا درت كل شيء بدقه، سخنت في الوقت اللي كانت اللحم كتشحر كنت كنسخن الماء، ضروري يكون سخون باش ما كتبلوكيوش الطياب ديال اللحم، يعني باش اللحم ما كيحبسش الطياب ديالو باش يستمر في الطياب بنفس الحراره.
فالمغص يكون سخون ضروري. كنضيفوا الكميه ديال الماء الكافي يعني حتى يغبر اللحم يتغطى شي شويه ما يكونش غابر وما يكونش عاوتاني ناقص. ضروري خص الماء يكون كاين. فكنخليو اللحم يكون في وسط الماء. فمن بعد ما كنضيفوا كمية ديال الماء الكافية كيف ما شفتوا هنا حد ديال اللحم، زدت واحد الربيطة صغيرة ديال المعدنوس. ودابا غندوز باش نحضر الفواكه المعسلة. عندي البرقوق والمشمش، شوية ديال القرفة، شوية ديال السكر، وشوية ديال ماء الزهر. هذا ماء الزهر ضروري حتى هو كيعطي واحد البنة زوينة في البرقوق. ضروري ديروه في البرقوق وديروه في المشمش كيعطي بنة زوينة. فكناخذوا البرقوق كنديروا عليه الماء وكنخليوه يطيب هو قريفة حتى كيطيب مزيان. ملي كيطيب عاد كنديروا السكر. هذه طريقة بالنسبة للبرقوق، وحتى بالنسبة للمشمش نفس الطريقة، غير هو المشمش ما كيطيبش بزاف دغيا كيوجد. فهنا من بعد ما وجدنا خليت البرقوق كيطيب رجعت كنشوف اللحم واش طاب. هنا لقيت ان المرقة نزلات، مابقاتش المرقة كيف ما الاول. ودابا غادي نخلي يعني هاد المرقة تشحر حتى تولي لينا مدغمرة بحال اللي كتشوفوا هنايا في الصور. يعني هكا خصها تجي اولا اكثر، يعني على حسب نتوما واش كتبغيو مرقة خفيفة ولا كتبغيو مرقة تكون هكاك ثقيلة. فانا خليتها شي شوية ثقيلة بحال ديال المناسبات، جات بنينة بزاف. فهنا كيف ما كتشوفوا وجد لينا اللحم، غادي نقدمو في الطبق ديالنا الشهير ديال الاعراس والمناسبات والعرضات الكبيره. ما بغيتش نقدمو في الطاجين، بغيت نقدمو هكا بالطريقه التقليديه ديالو. فكناخذو طريفات ديال اللحم وكنستفوهم بالطريقه المعتاده ديالنا كاع كلنا كنديروها. المهم الطريقه ماشي مهمه بزاف هنايا. وكنديروا المريقه في الجناب باش كيبقى اللحم باين من الفوق وباش نستفو عليه الفواكه المعسله اللي وجدنا. فبالاضافه للفواكه المعسله اللي وجدت، انا وجدت برقوق ونشمش معسلين، وضفت عليهم حتى اللوز اللي خديته سلقته ونقيته وقليته في الزبيده اللي جا. كتقدروا تقليوه بالزيت اولا تقدروا ديروه في الفران، كيجي بنين بزاف وكيجي الطاجين ديالنا يا سلام شهوه منه. كنتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم. الى عجبكم ديروا لي واحد لايك وابوني الى عجبتكم القناه. وكنتمنى نشوفكم في فيديو جديد مع وصفه جديده، واشتركوا بروكا.